لا يمكن أن نعبد الشيطان، أن نطيع الشيطان. شيطان دخو بشط خنقم عبجي أم ديداء وخنقم، لأن الشيطان يريد منا أن نعصي الله سبحانه وتعالى. شيطان زخير زش هل حشكم دق بغدا جنر عب قتري الحار دم غزا جنر. لابد أن نكفر بجميع ما يعبد من دون الله. هل حشكم شنام جا زخو بشط خر آخر بصوري بججت جنوي. لا يمكن أن نرضى أن نعبد من دون الله، يعني لو جاء إليك إنسان وانحنى لك بالركوع والسجود لابد أن تنكر هذه العبادة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. دا ديفاف وش تنخير على حشهم خبشط نرى على حشهم شن نمشاز قرم خبشط ما دار دي قم تيخوان خيئم زقرم بساسلم بابشا على حشهم شن نمشا يسجود يركوع خيشما أبد بوفن خيش أر ومش مرتمم جد وجدن خيش. ولا يمكن لأحد أن يصنع ما صنع فرعون، أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. فرعون دعا الناس إلى أن يعبد من دون الله، لا يمكن أن نصنع هذا. زمي خفاشا فرعون يجار يجنر فرعون قوفري تخم يجري آش سراش في تحر سفق سخبشط أر زي مخنورا أودت خنقم. ولا يمكن لأحد أن يدعي معرفة الغيب، معرفة غدا ماذا سيقع، وهذا يكفر كفر أكبر من يدعي معرفة الغيب. أودق أبس خنقم تخم جئنر سق خنر سوشا سزمان دجر قخنر سوشا ففمشار سوشا علم الغيب جخوا أراش أودو جزء أتخر جور مخ كافر مخ. لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دق تيلش دي أخر زخد غجنو زغور دي زخاق قد أخوانا وج بغمبارم صلى الله عليه وسلم يشريعة زخد غجنر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين. ألي حشكم سخوشة جي شيخ فر سرب سوري ألي حشكم توحيدم دتيتو دنيم تتري غجنو.